السلام عليكم يا دكاترة، محاضرتنا النهاردة إن شاء الله بعنوان Sympathetic Supply to the Thorax, Abdomen, Pelvis and Limbs. زي ما أخدنا المحاضرة اللي فاتت Sympathetic Supply to the Head and Neck، هنتكلم النهاردة عن Sympathetic Supply للثوركس وللأبدومن وللبلفس واللمس. المفروض في كل region من الريجونز دي أعرف الأوريجين بتاع السمباثاتيك سبلاي طالع من اي سيجمنت من السباينال كورد، اعرف بيعمل ريلي في اي اوتونوميك جانجليا، اعرف رقم 3 ايه الاستراكشرز اللي سبلايد مثلا في الثوركس، ايه الاورجنز اللي سبلايد باي ذا سمباثاتيك نيرفس سيستم، رقم 4 اعرف الايفكتس اوف سمباثاتيك ستيميوليشن على الاورجنز دي او الفانكشن اوف سمباثاتيك سيستم على الاورجنز دي ايه. تعالوا نطبق الكلام ده على ثوركس. في الأول، أول حاجة هتكلم عن الـ function of the sympathetic nervous system of the thorax. يبقى هتكلم عن function of the sympathetic nervous system of the thorax. أول حاجة عايزة أعرف إيه؟ عايزة أعرف الـ origin spinal segment، طالع من اي spinal segment، الاورجن بتاعه منين؟ طالع من اللاترال هورنسل اوف ذا upper فور ثوراسيك segment. تعالوا نفتكر مع بعض الاورجن بتاع sympathetic supply of the head and neck كان طالع منين؟ كان طالع من upper two thoracic segments، اللاترال هورنسل اوف ذا upper two thoracic segments. لكن اللي رايح لمنطقه الثوركس بيطلع، كل ما المنطقة بتكبر كل ما تلاقي الأوريجن بتاعها بيكبر. فجد إن الثوركس بيطلع من الـ upper four thoracic segments T1 وT2 وT3 وT4، بيطلع من الـ lateral hornacin، يروح مكون لي الإفرنت. الإفرنت عبارة عن إيه؟ عبارة عن بري جانجليونيك فايبرز. البري جانجليونيك فايبرز دي بتروح طالعة، راح عاملة ريلي فين؟ في الأوتونوميك جانجليا. طيب الجانجليا of the relay ايه في حالة الـ sympathetic supply to the thorax؟ all cervical ganglia and upper four thoracic ganglia. يبقى كل الـ cervical ganglia اللي هما كانوا superior cervical, middle cervical, inferior cervical، وكمان الأربعة ganglia بتوع الـ upper four thoracic اللي هما الـ thoracic ganglia رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4. يبقى الأوريجن من الـ upper four thoracic segments بيعمل ريلي في كل السيرفايكال جانجليا التلاتة، والجانجليا بتوع الـ upper four thoracic ganglia. يطلع من الجانجليا البوست جانجليونيك نيرون. البوست جانجليونيك نيرون ده بيروح على فين؟ بيعمل سبلاي لتو organs، بيعمل سبلاي للهارت وبيعمل سبلاي لللنج. طيب تخيل نفسك في حالة sympathetic stimulation، انت داخل تعمل exercise، الهارت بيكون inhibited ولا stimulated؟ طبعا الهارت بيكون more active يعني stimulated. فنجد ان الهارت ايه اللي بيحصل فيه؟ الهارت ريت بيزيد، معدل ضربات القلب بيزيد، الفورس اوف contraction معدل او قوة انقباض القلب بتزيد. طب ليه الحاجات دي بتزيد؟ علشان يضخ كمية أكبر من الدم للجسم. طيب نتيجة إن الأكتيفيتي بتاعة الهارت بتزيد، الميتابوليزم بتاع الهارت بيزيد. أما الميتابوليزم يزيد بتتجمع حاجة اسمها ميتابولايتس، بيحصل accumulation of metabolites. الميتابولايتس دي بتعمل coronary vasodilatation. إيه هو الكوروناري؟ الكوروناري ارتريز دي البلاد فيزل اللي بتعمل سبلاي لعضله القلب نفسها، وده طبيعي جدا ان الكوروناري بلاد فيزل تبقى دايليتد عشان تسبلاي كميه دم اكبر للقلب، كميه دم للقلب لتغذيه القلب نفسها مش اللي بتتضخ منه، عشان القلب يكونتراكت بقوه وبمعدل اكبر فيضخ دم اكتر للجسم. يبقى قلنا السمباثاتيك سبلاي اوف بلاد فيزلز لغايه دلوقتي في الهيد اند نيك كان بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز بتاع السكن،
الهيد اند نيك، والسمباثيتك كان بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز بتاع السليفري جلاند، وكمان كان بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز اوف ذا اي، يعني كان بيعمل فازو كونستريكشن لكل البلاد فيزلز اللي موجوده في الهيد اند نيك. الثوركس بيعمل كوروناري فازو دايلاتيشن، بس بيعمله بطريقه اندايركت، طريقه غير مباشره. ازاي بيعمله بطريقه اندايركت؟ اصل السمباثيتك بتزود الاكتيفيتي بتاعت الهارت، فلما الاكتيفيتي بتاعت الهارت بيزيد بتتجمع ميتابولايتس، الميتابولايتس دي هي اللي بتعمل كوروناري فازو دايلاتيشن. تمام يا جماعه؟ يبقى تاثير السمباثيتك على الهارت مهم جدا، بيكون ستيمولاتوري، فيزود الهارت ريت، يزود الفورس اوف كونتراكشن، يزود الميتابولايتس اللي بتتجمع جوه الهارت، وبالتالي هيحصل كوروناري فازو دايلاتيشن. طيب السؤال يا شباب بيجي لنا في اي صوره؟ لو جالنا مثلا ليجن اوف ذا سمباثيتك سبلاي اوف ذا هارت كوزز، هنقول العكس، هيحصل انهبيشن للهارت. او ممكن يجي لنا بطريقه، السؤال يجي لنا بطريقه مباشره، سمباثيتك ستيميليشن على الهارت تعمل ايه؟ تزود الهارت ريت، بتزود الفورس اوف كونتراكشن، بتعمل اكوميليشن اوف ميتابولايتس في الهارت، بتعمل كوروناري فازو كونستريكشن. يبقى ايه صح؟ اكسبت، كله صح ما عدا كوروناري فازو كونستريكشن دي اللي غلط. يبقى الاجابه الصحيحه هي كوروناري فازو دايلاتيشن. طيب تعالوا نشوف تاثير السمباثيتك نيرفس سيستم على اللنج. تخيل انت بتعمل اكسرسايز، انت محتاج كميه هواء اكبر تدخل جسمك، فايه اللي هيحصل؟ هيحصل برونكو دايلاتيشن. يعني ايه برونكو دايلاتيشن؟ يعني اتساع في الشعب الهوائيه، البرونكاي والبرونكايولز، القصبه الهوائيه والقصيبات الهوائيه بتتسع، هيحصل وايدنينج اوف اير باسجز عشان يدخل كميه اكبر من الاير في اللنج. طيب ازاي بيحصل فازو دايلاتيشن؟ لان بيحصل ريلاكسيشن اوف ذا وول سموث مسل. تمام، يبقى اتساع في الشعب الهوائيه تدخل لنا هواء اكتر للرئه. تاني حاجه بتحصل في اللنج، بيحصل فازو كونستريكشن اوف البالمونري بلود فيزلز. يبقى رجعنا تاني سمباثيتك يعمل فازو كونستريكشن، لغايه دلوقتي بيعمل فازو كونستريكشن في كل حاجه، في كل بلاد فيزلز اكسبت الكوروناري. تمام يا شباب؟ طيب طبيعي ان الاير باسجز البرونكاي والبرونكيولز بيكون فيهم ميوكس، ميوكس سكريشن، شويه افرازات كده ميوكس. في حاله السمباثيتك ستيميوليشن انا محتاجه ان الميوكس سكريشن دي تقل عشان اوسع المجال لدخول الهواء عن طريق البرونكاي والبرونكيولز. تمام يا دكاتره؟ يبقى تاثير السمباثيتك على اللنج برونكو دايلاتيشن، يعني اتساع في الشعب الهوائيه، يدخل هواء كتير لللنج. طب ليه بيحصل كده؟ لان بيحصل ريلاكسيشن للوول سموث ماسل بتاع البرونكاي والبرونكايولز، بيحصل فازو كونستريكشن اوف البالمونري بلاد فيزلز. تمام، بيحصل ديكريز الميوكس سكريشن ان ذا اير باسجز، يبقى اتساع في الشعب الهوائية والسكريشنز تقل، وبيحصل فازو كونستريكشن اوف بالمونري بلاد فيزلز. تمام، تعالوا بقى نشوف صورة توضح لنا الاوريجن والريلاي اوف سمباثيتك نيرفس سيستم تو ذا ثوراكس. اتفقنا اهم حاجة يا شباب الفانكشن بتاعته على الهارت وعلى اللنج، مهم جدا الكلام ده، اكتر حاجات بتيجي ام سي كيو المحاضرة من اول امبارح، محاضرة المرة اللي فاتت والمحاضرة بتاعت النهاردة، مهمين جدا في الام سي كيو. ادي الصورة موضحة لنا سمباثيتك سبلاي تو ذا ثوراكس. الاوريجين بتاعنا منين؟ من اللاترال هورني سيلز اوف تي ابر فور ثوراسيك سيجمنتس، تي 1 تي 2 تي 3 تي 4، يبقى من اللاترال هورني سيلز اوف الابر فور ثوراسيك سيجمنتس. بيطلع من اللاترال هورني سيلز البري جانجليونيك نيرون، ادي البري جانجليونيك نيرون هنمشي معاها اهو. هيروح البري جانجليونيك نيرون يعمل ريلاي في كل الجانجليا دي، اللي هي مين؟ superior cervical ganglion، middle cervical ganglion، inferior cervical ganglion، بيروح كمان للثراسيك جانجليون رقم 1
ثراث الجانجليون رقم 2، ثراث الجانجليون رقم 3، وثراث الجانجليون رقم 4. تمام يا دكاترة؟ بيطلع بعد كده البوست جانجليونيك فايبرز تروح تعمل سبلاي لاثنين ستراكشرز في الشيست، الهارت واللنج. تشتغل على الهارت تعمل ايه في الهارت؟ تزود الفورس اوف كونتراكشن، تزود الهارت ريت، تزود الميتابلايتس جوه الهارت فتعمل كوروناري فازودايلاتيشن. طيب بتعمل ايه على اللنج؟ بتشتغل على الشعب الهوائيه توسعها، تعمل حاجه اسمها برونكو دايلاتيشن. بتعمل بازو كونستريكشن للبالمونري بلاد فيزلز. طيب البرونكاي بتعمل ايه في الميوكوس سكريشن اللي فيها؟ بتقلل الميوكوس سكريشن، يبقى بتوسع البرونكاي وتقلل السكريشن اللي فيها وتعمل بازو كونستريكشن للبالمونري بلاد فيزلز. تمام يا دكاتره، كده اتكلمنا عن سمباثيك سبلاي اوف ذا سورس. تاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة الـ function of sympathetic nervous system على الأبدومين. وزي ما اتفقنا إن أنا هتكلم عن الـ origin، هتكلم عن الـ relay، هتكلم عن الـ organs اللي supplied by الـ sympathetic nervous system في الأبدومين والـ function بتاعها. الأوريجن يعني هي واخدة أوريجن من أي سباينال سيجمنت. في حالة الأبدومين، الأبدومين أكبر ورايح لأورجنز أكتر، إذا أكيد الأوريجن هيبقى أوسع. بياخد منين لفين؟ من lateral horn cells of thoracic segments من 6 ل 12، يعني من T6 لغاية T12، T6 7 8 9 10 11 12، ويكون لي بريجانجليونيك فايبرز. البريجانجليونيك فايبرز في الحالة دي ليها اسم، اسمها ايه؟ وده مهم قوي، جريتر سبلانكينج نيرف. اوكي، يبقى البريجانجليونيك فايبرز كولد جريتر سبلانكينج نيرف. بيطلع البريجانجليونيك فايبرز تروح تعمل ريلي في الجانجليا. الجانجليا اللي بيعمل فيها ريلي ايه؟ تعالوا نفتكر الجانجليا اللي عمل فيها ريلي السمباثيك بتاع الهيد والنيك. سمباثيك أفق هيد ونك عمل ريلي في السوبيريور سيرفايكال جانجليا. سمباثيك تو ذا ثوركس عمل ريلي في الثلاثة سيرفايكال جانجليا وأبر فور ثوراسيك جانجليا. يعني سمباثيك أوف هيد أند نك وسمباثيك أوف الثوركس عمل ريلي في السمباثيك تشين اللي هي كان اسمها إيه؟ لاترال جانجليا أو بارا فيرتبرال جانجليا. لكن في حالة السمباثيك سبلاي في الابدومين بيعمل ريلي اللي هي اللي اسمها جريتر سبلانكينج نيرف، بتعمل ريلي في الكولاترال جانجليا اللي اسمها ايه؟ الكولاترال جانجليا سيلياك جانجليا، رينال جانجليا، سوبيريور ميزنتريك جانجليا. كنا اتكلمنا قبل كده عن الكولاترال جانجليا وعرفنا انها بتبقى موجوده عند الاوريجن اوف بيج ارتريز اوف ذا اورتا، وانها متسميه باسماء البيج ارت البرانشز ديت من الاورطة. طيب بعد كده عملت ريلي في الجانجليا دي، طلع منها بوست جانجليونيك نيرون. البوست جانجليونيك نيرون هيروح لاي اورجان في الابدومين؟ هيروح ل ستومك سمول انتستين بروكسيمال بارت اوف لارج انتستين. يبقى بيروح للمعده وللامعاء الدقيقه والجزء الاول من الامعاء الغليظه. يبقى ستومك وسمول انتستين وبروكسيمال بارت اوف لارج انتستين. طيب بيعمل ايه كمان؟ بيروح لفين كمان؟ بيروح للليفر، للكبد، بيروح للسبلين، الطحال، بيروح لجلاند موجوده فوق الكلى اسمها سوبرارينال جلاند. بيروح لاي جزء فيها؟ للمضله بتاعتها. السوبرا رينال جلاند دي عبارة عن كورتكس ومضلة، قشرة ونخاع، هو بيأثر على السوبرا رينال مضلة. كمان بيروح للبلاد فيزلز بتاعت كل الأورجنز اللي موجودة في الأبدومين اللي هي الاستومك والسمول انتستين والبروكسيمال بارت اوف لارج انتستين والليفر والكيدني والبنكرياس. تعالوا نشوف بقى بيعمل ايه في كل ستراكشر من الستراكشرز دي.
يروح على الاستومك والسمول انتستين بروكسيمال بارت اوف لارج انتستين، ويروح عامل ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للسبين. يعني ايه الكلام ده؟ هو احنا واحنا بنلعب اكسرسايز هل في مجال ان الجي اي تي تبقى شغاله هضم ومفيش مشاكل، ولا بتريح شويه؟ هنجد ان مع السمباثيك ستيميوليشن الوول بتاع الاستومك والسمول انتستين والبروكسيمال بارت اوف لارج انتستين بيكون ريلاكسد، والسفنكتر اللي هي مكان الاتصال ما بين كل جزء في الجهاز الهضمي والجزء الاخر، يعني ما بين الاستومك والسمول انتستين في سفنكتر، ما بين السمول انتستين واللارج انتستين فيها سفنكتر. السفنكتر دي عباره عن ايه؟ عباره عن سموث ماسل سيركيولار كده، بتبقى محوطه مكان الاتصال بين جزء وجزئين. في حاله السمباثيك هنجد ان الوول بيبقى ريلاكسد والسفنكتر بتبقى كونتراكتد، وبالتالي الاكل بيفضل موجود في مكانه، فيحصل حاجه اسمها فود ريتنشن. يبقى اول حاجه من تاثير السمباثيك على الابدومين بيعمل فود ريتنشن. طب هو بيعمل فود ريتنشن ازاي؟ عن طريق انه بيعمل ريلاكسيشن للوول بتاع الاستومك سمول انتستين وبروكسيمال بارت اوف لارج انتستين وكونتراكشن للسفنكتر بتاعها، فالاكل يفضل في مكانه. تمام يا جماعه؟ تاني حاجه بيروح عليها الليفر. يعمل ايه في الليفر؟ يكسر الجلايكوجين اللي موجود في الليفر عن طريق حاجه اسمها جلايكوجيناليسيس، عمليه اسمها جلايكوجيناليسيس. يكسر الجلايكوجين اللي موجود في الليفر ويحوله الى بلاد جلوكوز، ويدخله في السيركيليشن بتاعتنا في البلاد بتاعنا، عشان انا محتاجه جلوكوز اكتر عشان يديني طاقه عشان الاكتيفيتي اللي انا فيها مع السمباثيك استيميوليشن. يبقى في الليفر تاثيره ايه؟ يعمل جلايكوجيناليسيس ويزود البلاد جلوكوز في الدم. طيب تاثيره على السبلين اللي هو الطحال، بيعمل كونتراكشن اوف سبلين الكبسول. السبلين بيبقى ستورد فيها حوالي 200 مللي من البلاط، شويه بلاط، فلما بتكونتراكت بتضيف للسيركيوليشن، الدوره الدمويه بتاعتنا بتضيف 200 مللي من البلاط زياده، وبالتالي بتزود كميه الدم اللي راحه للعضلات، وانا محتاجه الكلام ده مع الاكتيفيتي. بتروح على السوبرا رينال ميدالله اللي هي الجلاند اللي فوق الكلى، وتروح عامله تزود السكريشن بتاع الادرينالين والنور ادرينالين. الادرينالين بنسبه 80% والنور ادرينالين بنسبه 20%، ودول مهمين جدا في حاله السمباثيك ستيميوليشن. بيحصل فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز بتاعه كل الاورجنز اللي موجوده في الابد، ستومك سمول انتستين بروكسيمال بارت اوف لارج انتستين ليفر كدني بنكرياس. يبقى السمباثيك ستيميوليشن بتعمل فازو كونستريكشن لكل البلاد فيزلز لغايه دلوقتي اكسبت الكوروناري فازو دايليتيشن، بتتم اندايركت عن طريق اكوميوليشن اوف ميتابولايتس كوروناري اللي هي موجوده في الهارت. تمام يا شباب؟ يبقى انا اتكلمت دلوقتي عن سمباثيك نيرفس سيستم، افكت اوف سمباثيك نيرفس سيستم اوف ذا تو ذا ابدومين. تعالوا نشوف صورة توضح لنا الأوريجين والريلي، ونحاول نراجع مع بعض الفانكشن على كل أوركن. هنتكلم بعد كده عن الفانكشن of the sympathetic nervous system of to the pelvis. زي ما احنا متعودين هنتكلم عن الأوريجين بتاعه، بيجي من أي spinal segment، بيعمل ريلي في أي جانجليا، وإيه الأوركنز اللي supplied بيه، والفانكشن بتاع السمباثيك نيرفس سيستم على الاورجنز دي. الريجون بتاعنا زي ما اتفقنا البلس يعمل ايه؟ اولا بيطلع منين؟ بيطلع من اللاترال هورن سيلز اوف تي 12 ماشي، وابر 3 لامبر سيجمنتس، يبقى تي 12 وال 1 و2 و3. يبقى الاورجن بتاعنا من تي 12 ال 1 ال 2 ال 3. بيطلع بريجانجليونيك فايبرز. البريجانجليونيك فايبرز في حاله الابدومن كان اسمها جريتر سبلانكليك نيرف. البريجانجليونيك فايبرز هنا في حاله البلفس اسمها ليسر سبلانكليك نيرف. بس الليسر سبلانكليك نيرف بيطلع من واحد يمين وواحد شمال، يرجع الرايت سبلانكليك ليسر سبلانكليك نيرف
والليفت لسر سبرانكليك نيرف بيكونكت مع بعض، يجوين مع بعض ويكونوا لي نيرف تاني اسمه بري ساكرال نيرف. تاني يا شباب، لما يحصل بيطلع منين الاورجن؟ بيطلع من اللاترال هورن سيل بتاعتي 12 وال 1 وال 2 وال 3، بيطلع البريجانجليونيك فايبرز، يكون رايت اند ليفت لسر سبلانكليك نيرف، لسر سبلانكليك نيرف واحد يمين واحد شمال، يجي اليمين والشمال دول يجوين مع بعض يرتبطوا مع بعض ويكونوا لي نيرف تاني اسمه بري ساكرال نيرف. تمام، البري ساكرال نيرف ده يروح رايح على الجانجليا، يعمل فيها ريلي اللي اسمها انفيريور ميزنتريك جانجليا، ودي واحده من الكولاترال جانجليا. اوكي، يبقى سمباثيك سبلاي اوف ذا هيد اند نيك بتريلي كولاترال جانجليا، وسمباثيك سبلاي اوف ذا ابدومين والبلبس بتريلي في الكولاترال جانجليا. تمام يا شباب. طيب ايه الاورجانز اللي سبلايد باي سمباثيك نيرفس سيستم في البلبس؟ انا عندي بقيه اللارج انتستين كلها، بقيه اللارج انتستين منها الريكتم، وبعدين بقيه احنا كنا بنقول ان الجزء الابدومن سمباثيك سبلاي تو ذا ابدومن كان بياخد الاستومك والسمول انتستين والبروكسيمال بارت اوف لارج انتستين، النص الاول من اللارج انتستين. السمباثيك سبلاي اوف ذا بلفس بياخد بقيه اللارج انتستين، الديستال بارت اوف لارج انتستين، من ضمنها طبعا الريكتم. كمان بيسبلاي اليورينري بلادر اللي هي المثانه، وبيسبلاي الجينيتال اورجانز اللي هي الاعضاء التناسليه. تعالوا نشوف تاثيره على كل واحد من دول. بيعمل ايه؟ زي ما كان بيعمل في الاستومك كده ريلاكسيشن في الوول وكونتراكشن للسفنكتر، بيعمل نفس الحكايه في الريكتم، بيعمل ريلاكسيشن للوول بتاع الريكتم وكونتراكشن للسفنكتر بتاع الريكتم، وده بيؤدي الى ريتينشن اوف ستول. يبقى في الاستومك كان بيعمل ريتينشن اوف فود، لكن هنا الريكتم فيها ستول فيها براز، هيحصل ريتينشن اوف ستول، لان الوقت اللي احنا اللي بتاع الخناق ده مفيش فيه مجال ان واحد يتزنق ويدخل حمام، وبالتالي بيبقى فيه ريتينشن اوف ستول. تمام، يبقى بيعمل ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للسفنكتر. السفنكتر اللي بيعمل له كونتراكشن اسمه انترنال انال سفنكتر، انترنال انال، لان في سفنكتر تاني اسمه اكسترنال انال سفنكتر بس ده فولانتري سكليتال مصل، بيبقى باراده الانسان انه يمسك نفسه، هو بقى بيأثر على ايه؟ على السفنكتر اللي هو الانفولانتري. يبقى بيعمل كونتراكشن للانترنال انال سفنكتر، وكل الكلام ده يؤدي الى ريتينشن اوف ستول. اللي بيحصل مع الريكتوم بيحصل مع اليورينري بلادر بالظبط، لان مفيش مجال ان الشخص يدخل يعمل يورينيشن او ميك ديوريشن يتبول. فايه اللي بيتم؟ هيحصل ريلاكسيشن في الوول بتاع اليورينري بلادر، وهيحصل كونتراكشن للسفنكتر بتاع اليورينري بلادر، فهيحصل ريتينشن اوف يورين. ونفس الكلام السفنكتر ده اسمه internal urethral sphincter، internal urethral sphincter، لان في external urethral sphincter بس ده voluntary not under the effect of autonomic nervous system اصلا. تمام يا شباب، يبقى بيشتغل على الريكتم يعمل retention of stool ازاي؟ لانه بيعمل relaxation للوول وcontraction للinternal anal sphincter. يشتغل على urinary bladder يعمل relaxation للوول وcontraction للinternal urethral sphincter فيعمل retention of urine. نيجي على الجينيتال اورجانز ونركز قوي فيها عشان فيها نقط MCQ. على الايه؟ الجينيتال اورجانز اللي هي الاعضاء التناسليه، بيعمل ايه السمباثيك؟ بيعمل contraction للجلانس بتاعت الجلانس اللي موجوده في الجهاز التناسلي الذكري اللي اسمها vas deferens، seminal vesicles، prostatic muscles. اعرفوها مجرد اسماء بس دلوقتي لغايه ما تاخدوها بالتفصيل. يبقى الجلانس دي بيعمل لها ايه؟ contraction. اما يعمل لها contraction يبدا يحصل ejaculation of semen، يعني
يعني ايه ejaculation of semen؟ اللي هو خروج السائل المنوي. يبقى في لحظة خروج السائل المنوي مين بيكون شغال، سمباثيك ولا بارا سمباثيك؟ بيكون شغال سمباثيك نيرفس سيستم. تاني حاجة في الجنرال اورجنز انه بيعمل فازو كونستريكشن للبلد فيزلز اوف الفيسترا انكلودنج مين؟ انكلودنج الاكسترنال جينيتال تراكت ليدنج تو شرينكج اوف البينس. يبقى مع السمباثيك واحد في حالة سمباثيك هتلاقي البينس شرينكج اللي هو القضيب الذكري بتلاقيه في حالة شرينكج. تمام؟ يبقى سمباثيك بيحصل معاها ايجاكيوليشن وفي نفس الوقت بيبقى فيه شرينكج للبينس. تمام يا شباب؟ نقول تاني function of sympathetic nervous system to the pelvis. اولا الاوريجن بيطلع من تي 12 لاتر هورن سيلز اوف تي 12 وابر 3 لمبر اللي 1 و2 و3 يكون بري جانجليونيك فايبرز اسمها ليسر سبلانكنيك نيرف. بس الليسر سبلانكنيك نيرف ده ليه بيمشي سكة شوية عن الجريتف، في منه رايت سبلانكنيك نيرف وفي ليفت ليسر سبلانكنيك نيرف. الرايت والليفت بيجوين مع بعض ويكونوا بريساكرال نيرف. بعد كده البريساكرال نيرف يروح يعمل ريلي في الانفيريوم ميزنتريك جانجل اللي بتروح تعمل سبلاي اللي بيطلع منها البوست جانجليونيك نيرون اللي بيروح يعمل سبلاي للريكتم يؤدي الى ريتينشن اوف ستول. ليه؟ لان بيحصل ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للانترنال انال سنتر. اليورينري بلادر بيحصل فيها ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للانترنال يوريثرا سفنكتر ليدنج تو ريتينشن اوف يور. الجينيتال اورجنز بيحصل كونتراكشن للجلانس اللي موجوده في الميل جينيتال اورجنز فهيحصل ايجاكيوليشن اوف سيمن يعني خروج للسائل المنوي. في نفس الوقت بيحصل فازو كونستراكشن للبلاد فيزلز بتاعه الفسره كلها من ضمنها البينس اللي هو القضيب الذكري فيحصل فيه شرينكج. تمام يا شباب؟ تعالوا نشوف الصوره بتوضح الاوريجن والريلي بتاع السمباثيك نيرفس سيستم تو ذا بلس. ادي يا جماعه الاوريجن بتاعنا تي من اول تي 12 اوريجن تي 12 ال 1 ال 2 ال 3 يبقى بيجي من لاتر هورن سيلز بتاع تي 12 وال 1 وال 2 وال 3 يتكون بريجانجليونيك فايبرز. بريجانجليونيك فايبرز ديت اسمها ايه؟ ليسر سبلانكنيك نيرف. ليسر سبلانكنيك نيرف في منه الرايت والليفت اللي بيجوين مع بعض ويكونوا بريساكرال نيرف. المهم البريساكرال نيرف بيروح يعمل ريلي في الجانجليا اسمها انفيريور ميزنتريك جانجليا. الانفيريور ميزنتريك جانجليا يطلع منها البوست جانجليونيك نيرون اللي بيروح يعمل سبلاي للاماكن دي. يعمل سبلاي لفين؟ للديستال بارت اوف لارج انتستين. بس ده كله كده ماشي زائد الريكتم. تمام؟ يعمل ايه في الريكتم؟ يعمل ريتينشن اوف ستول عن طريق انه بيعمل ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للانترنال انال سفنكتر ويروح يشتغل على اليورينري بلادر. ادي اليورينري بلادر يعمل فيها ريتينشن اوف يورين. فيعمل ازاي ريتينشن اوف يورين؟ عن طريق انه بيعمل ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للانترنال يوريثرال سفنكتر. يعمل ايه في الاكسترنال جينيتاليا بتاعه الميل والفيميل؟ بيعمل فازو كونستريكشن في البلاد فيزل سواء كان بتاعه الميل والفيميل جينيتاليا. كل البلاد فيزلز بتاعه البلفز اصلا بتبقى فازو كونستريكتد. فيعمل ايه في البينس؟ يعمل له شرينكج ده انه بيعمل كونتراكشن للجلانس بتاعه الميل جينيتال اورجنز فيبقى فيه ايجاكيوليشن. يبقى الايجاكيوليشن اللي هي خروج السائل المنوي تبقى نتيجه سمباثيك استيميليشن. تمام يا شباب كده؟ هنتكلم بعد كده عن الـ function of the sympathetic nervous system to upper and lower limbs. هنتكلم على الـ upper limb. الـ upper limb الـ origin بتاعه بيجي من thoracic segment 5 ل 9 تي 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من تي 5 ل تي 9. الـ origin بتاع الـ lower limb تي 10 وتي 11 وتي 12 ثوراسيك سيجمنتس. يبقى الاوريجن
من تي 5 لتي 9 في الابر لمب، الاورجن في اللور لمب من تي 10 لتي 12. طيب الجانجليا اوف ريليج بيتكون من البري جانجليونيك فايبرز من السيجمنتس دي، بتروح تعمل ريلي في حاله الابر لمب في الميدل اند انفيريور سيرفايكال جانجليا وابر تو ثراسيك جانجليا. يبقى سايت اوف ريلي او جانجليا اوف ريلي في حاله الابر لمب ميدل والانفيريور سيرفايكال جانجليا والابر تو ثراسيك جانجليا. الجانجليا اوف ريلي في حاله اللور لمب اللامبر جانجليا والساكرال جانجليا اللي هم بقيه السمباثيك تشين بقى. يبقى انا عندي لامبر جانجليا اللي هي الجانجليا اللي حوالين اللامبر سيجمنتس اللي هم خمسه، عددهم خمسه، والساكرال جانجليا اللي هي الجانجليا اللي حوالين الساكرال سيجمنتس اللي عددها خمسه. تمام يا جماعه؟ بيطلع من الجانجليا ديت البوست جانجليونيك فايبرز. بوست جانجليونيك فايبرز تروح تعمل سبلاي للليمب. الليمب اصلا فيه ايه؟ سواء ابر ليمب او لور ليمب عباره عن ايه؟ عباره عن سكن وتحتيه عضلات. تمام؟ بيعمل ايه في السكن؟ تاثيره في السكن نفس تاثير السكن بتاعت الهيد اند نيك. بيعمل فازوكونستريكشن. تمام؟ بيعمل كونتراكشن للبايلو اريكتور ماسل فيحصل اريكشن للهير، وبيعمل سكريشن للسويت، سويت سكريشن، سكريتوري تو سويت جلاندز فيعمل سويت سكريشن. يبقى تاثيره على الجلد بتاع الليمب سواء ابر ليمب او لور ليمب. بيعمل فازوكونستراكشن للبلاد فيزلز، بيعمل كونتراكشن للبايو اريكتور ماسل فيحصل اريكشن للهير، شعر ايده بيو اوف، شعر جسمه بيو اوف. سكريتوري تو سويت جلاند يبقى بتزود السويتنج. تمام يا شباب؟ ده تاثيره على السكن. طب تاثيره على السكريتال ماسل بلاد فيزلز، الاوعيه الدمويه اللي راح للعضلات الاراديه، بيعمل لها ايه؟ بيعمل لها فازو دايلاتيشن. يبقى انا لغايه دلوقتي تأثير السمباثاتيك على البلاد فيزلز عمل فازو كونستريكشن لكل البلاد فيزلز في جسمنا اكسبت الكوروناري بلاد فيزلز وسكليتال ماسل بلاد فيزلز، هما اللي بيعمل فيهم فازو دايلاتيشن. طبعا لما بيحصل فازو دايلاتيشن في سكليتال ماسل بلاد فيزلز مع الاكسرسايز، وانا بعمل اكسرسايز مع السمباثاتيك، ده بيؤدي الى بيتر كونتراكشن يعني انقباض للعضله بصوره افضل، ديلاي فاتيج تتأخر في التعب اليمين اللي هي العضلة، and rapid recovery from fatigue ولو تعبت ترجع لطبيعتها أسرع. كل ده اسمه أوربيلي فينومينا. أوربيلي فينومينا، خلي بالنا من أوربيلي فينومينا موضوع سؤال. يبقى السكليتال ماسل بلاد فيزلز بتاع الاستنباثات بيعمل إيه في السكليتال ماسل بلاد فيزلز؟ فازو دايلاتيشن. فازو دايلاتيشن ده بيؤدي إلى إن العضلة تنقبض بصورة أفضل وما تتعبش بسهولة، ولو تعبت ترجع للطبيعي بتاعها بسهولة. كل الكلام ده بسميه أوربيلي فينومينا. تمام؟ هنقول تاني سمباثيك سبلاي تو ذا أبر أند لور ليمب. أنا عندي الأبر ليمب واخد أوريجين من تي 5 لتي 9، اللور ليمب واخد أوريجين تي 10 11 12. يتكون بري جانجليونيك فايبرز، تروح تعمل ريلي. الابر لمب بيعمل ريلي في الميدل والانفيريور سيرفايكال جانجليا ناحيه فوق، الابر لمب ناحيه فوق هياخد الجانجليا ناحيه فوق، ميدل اند انفيريور سيرفايكال جانجليا اند ابر تو ثراسيك جانجليا. اللور لمب بيعمل ريلي في اللامبر اند ساكرال جانجليا. تمام؟ بعد كده يطلع بوست جانجليونيك فايبرز اللي بتعمل سبلاي للابر لمب واللور لمب، والفانكشن بتاعتهم ذا سيم. بيأثر على ايه؟ على السكليتال ماسل بلاد فيزلز وعلى السكن. على السكن بيعمل فازو كونستراكشن للبلاد فيزلز بتاعت السكن، بيعمل كونتراكشن للبايرو اريكتور ماسل فيحصل اريكشن للهير، وسكريتوري تو سويت جلاندز اذا بيزود السويت. بيشتغل على السكليتال ماسل بلاد فيزلز فيعمل لها فازو دايلاتيشن، ودي تاني حاجه بيحصل لها فازو دايلاتيشن مع السمباثيك ستيميوليشن، هي ومين؟ هي والكوروناري فقط، الباقي كله فازو كونستراكشن. نتيجة الفازو دايلاتيشن ده بيحصل بيتر كونتراكشن، العضلة تنقبض بصورة أفضل، ديلاي فاتيج تتأخر في التعب، and rapid recovery from fatigue ترجع لطبيعتها
بصورة أسرع. الكلام ده كله بسميه أوربيلي فينومينا. تعالوا نشوف إيه هي الأوربيلي فينومينا، ومهمة جدا لأنها موضوع سؤال. أوربيلي فينومينا تعني سمباثيك ستيميوليشن تو سكيليتال ماسل. يبقى سمباثيك ستيميوليشن تو سكيليتال ماسل. كوزس، تسبب بيتر كونتراكشن، ديلايد فاتيج، ايرلي ريكفري او رابيد ريكفري فروم فاتيج. طيب ليه السمباثيك بيعمل الكلام الشغل القوي ده في السكيليتال ماسل؟ اولا لانه بيزود البلاد فلو اللي رايح للعضله، لانه بيعمل فازو دايلاتيشن للبلاد فيزلز بتاعه المصر. ده بيساعد على ان مور اكسجين يروح للعضله، مور نيوتريشن رايح للعضله، اند ايزي ريموفال اوف ويست برودكتس. الفضلات بتاعه التغذيه بتخرج من العضله، لان الفضلات دي بتعمل فتيج للعضله. يبقى انا لما بعمل فازو دايلاتيشن للعضله عن طريق السمباثيك، بديله اكسجين اكتر للعضلة، بدي نيوتريشن اكتر للعضلة، واروح عاملة واش اوت، اعمل ريموفال للويست برودكتس اللي المفروض انها بتعمل فتيج، وبالتالي الفتيج هيتأخر. تاني حاجة، increase sensitivity of the motor in the plate to acetylcholine. ايه الكلام ده؟ انتوا كنتوا اخدتوا في ثانوي قبل كده ان عشان يحصل muscle contraction، العضلة بيبقى في مكان التقاء ما بين عصب وعضلة، بنسميه ايه مكان الالتقاء ما بين العصب والعضلة ده؟ بسميه موتور اند بليت. المفروض عندي ان النيرف العصب بيطلع اسيتيل كولين، الاسيتيل كولين يروح يشتغل على العضلة فالعضلة تنقبض. تمام. في حالة السمباثيك ستيميوليشن، السمباثيك بتزود السنسيتيفيتي بتاعه الموتور اند بليت للأستايكولين، وبالتالي بيحصل بيتر كونتراكشن. اوكي. ثالث حاجه بيعملها السمباثيك انه بيعمل اكتيفيشن لانزيم موجود في قلب العضله اسمه فوسفوريليز انزيم. الفوسفوريليز انزيم ده بيساعد الجلايكوجين بريك داون، يكسر الجلايكوجين. اما يكسر الجلايكوجين بيحصل ريليز للانرجي ان ذا مسل، يطلع طاقه من الايه، من العضله. تمام يا شباب. يبقى activation of phosphorylase enzyme which help glycogen breakdown and release of energy in the muscle. يبقى أوربيلي فينومينا معناها sympathetic stimulation to skeletal muscle. بيسبب better contraction, delayed fatigue and early recovery from fatigue. طب ازاي بيحصل الكلام ده؟ لانه بيعمل ثلاث حاجات. اول حاجة بيعمل vasodilatation للskeletal muscle blood vessel، فبيديها بيعمل لها سبلاي باكسجين اكتر ونيوتريشن اكتر، ويعمل ريموفال ويست برودكتس اكتر. رقم 2، بيزود السنسيتيفيتي اوف ذا موتور اند بليت تو اسيتيل كولين. وبالتالي لما تزيد السنسيتيفيتي اوف ذا موتور اند بليت تو اسيتيل كولين هينقبض بصوره افضل. رقم 3، بيعمل اكتيفيشن لانزيم اسمه فوسفوريليز انزيم في قلب العضله اللي بيكسر الجلايكوجين ويطلع منها انرجي تساعد على عملية الكونتراكشن.